الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال سبحانه في وصف سيدنا زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ابن كثير في تفسيره: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب، يا رب، يا رب. فقال الله: لبيك لبيك لبيك. قال سبحانه في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. قال الآلوسي في تفسيره: هذه إشارة إلى سهرهم في مناجاة محبوبهم وملاحظة جلاله وجماله. أخرج مسلم في صحيحه عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الله عليه كنفه، يعني ستره، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف؟ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال الحسن: أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا. الحسن البصري إمام في التابعين يقول: أدركنا أقواما، يعني الصحابة، أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا. يجتهدون ما استطاعوا أن تكون أعمالهم في السر، ما دام العمل يقبل أن يكون سرا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. عنوان خطبة اليوم: مناجات. أيها الإخوة، الكلام أربعة أصناف: فجهر ونجوى وسر وأخفى.
الكلام أربعة أصناف: فجهر ونجوى وسر وأخفى. أما الجهر فكلامي المسموع لكم، وأما النجوى فحديث بالهمس بيني وبين أحدكم يسمعه وأسمعه ولا يسمعه أحد منكم، وأما السر فحديث أضمرته في نفسك ولم تتحرك به شفتاك، وأما الأخفى فما سوف تسر في المستقبل، وربكم يسمع الجهر والنجوى ويعلم السر وأخفى. وخطبة اليوم مناجات. الدعاء على ثلاثة أوجه: فطلب جلب، وطلب دفع، ومناجات. الدعاء على ثلاثة أوجه: فطلب جلب، وطلب دفع، ومناجات. وجه تطلب من الله شيئا، ووجه تطلب من الله دفع شيء، ووجه تطلب فيه ربك سبحانه لا لشيء ولا على شيء. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا تطلب من الله شيئا، هذا طلب جلب. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تستعيذ من الله، تطلب منه أن يدفع عنك هذه، هذا طلب دفع. إلهي، إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها، وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي. سبحانك إلهي، أتيت أطباء عبادك ليداووا خطيئتي، فكلهم دلني عليك. هذه مناجات، لا تطلب جلب شيء ولا تطلب دفع شيء، لكنك تطلب أن تتحدث معه. نحن جميعا يا أيها الإخوة، لو قيل للواحد فينا ادعو ربك بطلب شيء، جلب شيء، أعتقد أن كثيرا منا يتقن طلب جلب الشيء. ولو قيل لنا اطلب من ربك أن يدفع عنك أشياء، استعذ بالله، أعتقد أن كثيرا منا يتقن الاستعاذة. لكن لو سكت الآن لمدة دقيقة وطلبت إليك أن تناجي ربك، لا تطلب منه لا أن يجلب شيئا ولا أن يدفع شيئا، وسأقف لمدة دقيقة، ناجي ربك في قلبك. المناجاة تطلبه، لا تطلب شيئا، لا جلبا ولا دفعا. بعد هذه الدقيقة سأتابع الخطبة. عنوان خطبة اليوم مناجات. جسدك يحتاج إلى طعام وشراب، وعقلك يحتاج إلى آراء وأفكار، ولكن روحك تحتاج إلى ذكر لله وإلى مناجات الله. وخطبة اليوم مناجات. إذا تعب فكرك فأنت بحاجة إلى ترويح واستراحة، وإذا تعب جسدك فأنت بحاجة إلى نزهة وراحة، لكن روحك إذا تعبت فبماذا تداويها؟ أنت بحاجة إلى ذكر ومناجات. وخطبة اليوم مناجات.
أصل كلمة المناجاة والنجوى في اللغة أيها الإخوة المكان المرتفع من الأرض، ثم جعلت اسماً للكلام الخفي الذي تناجي به صاحبك كأنك ترفعه عن غيره. يعني هذا الكلام تريد أن تحدث به هذا الصاحب ولا يسمع أحد من الخلق ما تقول، ترفع هذا الكلام عن الناس. وسمي تكليم الله تعالى موسى عليه السلام مناجاة لأنه كان كلاما أخفاه عن غير الله. والنجوى والمناجاة السر يكون بين اثنين، وأصله أن يخلو به في نجوة من الأرض. وإنما المراد بالحديث عن المناجاة في الخطبة مناجاتك ربك عندما تخلو به وحده سبحانه، وعندما تبثه أشواقك وآلامك وآمالك، يسمعك ولا يسمع نجواك أحد سواه. فحينا تشكو إليه نفسك الأمارة بالسوء، وحينا تشكو زمانك، مرة تبثه حبك، ومرة تبثه شوقك، مرة ترفع إليه أملك ومصابك، ومرة ترفع إليه ألمك وهوانك، تملقا تارة وتضرعا تارة وثناء تارة تارة وتعظيما تارة، تحزن فتخبره وتألم فتعلمه، شكواك عنده ونجواك لديه وسكونك وسرورك معه. إذا ما خلونا والرقيب بمجلس فنحن سكوت والهوى يتكلم. قال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بخدمته والتذلل بين يديه. ذكر الإمام الآلوسي المفسر في تفسير قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، قال: فيه إشارة إلى سكون العشاق والمشتاقين في الليل إذا مد أطنابه ونشر جلبابه، وميلهم إلى مناجاة محبوبهم، وانجذابهم إلى مشاهدة مطلوبهم، وتلذذهم بما يرد عليهم من الواردات الإلهية، واستغراقهم بأنواع التجليات الربانية. ومن هنا قال بعضهم: لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وهذه حالة عشاق الحضرة، وهم العشاق الحقيقيون، نفعنا الله تعالى بهم. قال الصالحون: من أراد تعجيل النعم فليكثر من مناجاة الخلوة. من أراد تعجيل النعم فليكثر من مناجاة الخلوة. أيها الإخوة، من أراد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن، فإني وجدت أكثر من 20 سورة في القرآن الكريم تفتتح بالمناجاة من تحميد وتسبيح وتنزيه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه مناجاة لا طلب جلب ولا طلب دفع، تسبيح لله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وحسبكم بأن أم الكتاب وأن سورة الجامعة المانعة هي سورة الحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مناجاة، هذه فواتح القرآن. ووجدت مرارا في القرآن الكريم أن المؤمنين إذا نزلت بهم نازلة أو أحاطت بهم شدة فزعوا إلى المناجاة، وهذا شيء عجيب. المؤمنين في القرآن إذا نزلت بهم نازلة أو أحاطت بهم شدة فزعوا إلى المناجاة ففازوا. ففي سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ما في طلب جلب ولا طلب دفع. قالوا إنا لله مناجاة يا رب نحن لك وإنا إليك راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما في طلب جلب ولا طلب دفع، في مناجاة. حسبنا الله، يكفينا الله، ونعم الوكيل هو ربنا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيها الإخوة، من أراد أن يناجي ربه فليستمع إلى مناجاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربه في تهجده. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. مناجاة. ومن أراد المناجاة ليستمع إلى مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم عودته من الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وجدت أن معظم أذكار الصباح والمساء التي تقرؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم مناجاة: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مناجاة: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. مناجاة: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. مناجاة: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. مناجاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات. مناجاة. يا أيها الإخوة، من أراد أن يناجي ربه فليستمع إلى مناجاة الصالحين ربهم. وها أنا أختم الخطبة بشيء من مناجاتهم الله تعالى، عسى أن تقتدي وأن نقتدي، وأن تتعلم ونتعلم، ليكون لك حصة في مناجاة الله تعالى، فتسكن هذه الروح المضطربة، وتهدأ هذه النفس المشتعلة بالآلام. جاء في مناجاة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجد في طاعتك فأنى يلتجئ المخطئون، وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان فماذا يصنع المسيئون، وإن كان لا يفوز يوم الحشر إلا المتقون فبمن يستغيث المذنبون. إلهي، أفحمتني الذنوب وانقطعت مقالتي فلا حجة لي ولا عذر، فأنا المقر بجرمي والمعترف بإساءتي والأسير بذنبي،
والمرتهن بعملي، فارحمني برحمتك وتجاوز عني. إلهي كيف أنقلب بالخيبة عندك محروما، وظني بجودك أن تقبلني مرحوما. قال منصور بن عمار: سمعت في بعض الليالي بالكوفة شابا يناجي ربه وهو يقول: يا رب وعزتك، ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي، وأعانني على ذلك شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بعلمي، وسوءتاه من الوقوف بين يديك. غدا إذا قيل للمخفين جوزوا، وقيل للمثقلين حطوا، أم مع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما كبرت سني كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، فإلى متى أتوب وإلى متى أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ قال يحيى بن معاذ في مناجاته: إلهي أملي ساقني إليك، وجودك دلني عليك، فإما قبلتني بأملي لأني ضعيف، وإما وهبتني لكرمك لأنك لطيف. إلهي هذا سروري بك وأنا مأسور، فكيف سروري بك وأنا مسرور؟ كان الشبلي يقول في مناجاته: ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع في ذنوبي يا غفار الذنوب، وبما تختم عملي يا مقلب القلوب. كان يصيح في جوف الليل: قرة عيني وسرور قلبي، ما الذي أسقطني من عينك؟ أقلت هذا فراق بيني وبينك؟ كان مسلم بن يسار يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض؟ كان كثير من العارفين في مناجاته يقول لربه: كفى بي فخرا أني لك عبد، وكفى بي شرفا أنك لي رب، كفى بي فخرا أني لك عبد، وكفى بي شرفا أني لك أنك لي رب. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن المناجات. وقد جاء في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشتغل عن أربع ساعات، ساعة يناجي ربه. العاقل لابد أن يخصص ساعة يناجي فيها ربه، حق على العاقل ألا يشتغل عن أربع ساعات، ساعة يناجي ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، يا رب نحن عبادك، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، يا رب عبادك يستغيثونك ويستصرخونك وينادونك، يا الله يا الله يا الله يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سامع الصوت، يا قريبا غير بعيد، يا حاضرا غير غائب، يا حاضرا غير غائب، يا حاضرا غير غائب، يا من أنت أقرب إلى كل واحد فينا من حبل الوريد، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، وأنت أقرب إلى كل منا من حبل الوريد. اللهم رحمتك نرجو يا رحمن ويا رحيم، يا رحمن ويا رحيم، يا رحمن ويا رحيم، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله.
يا مصلح عبادك الصالحين، أنت الذي أصلحتهم، أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا سيدنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة. يا من أدخلتنا بيتك برحمتك، أدخلنا الجنة بمعونتك. يا من أدخلتنا بيتك برحمتك، أدخلنا الجنة برحمتك. يا رب، كما جمعتنا في بيتك هذا، فاجمعنا في فردوسك الأعلى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا وأحببناه فيك، مع مشايخنا وتلامذتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا رب الفوز بالجنة، يا رب الفوز بالجنة، يا رب الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته. نحن الذين أخطأنا، نحن الذين أسأنا، نحن الذين أمرتنا فتركنا، نحن الذين نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. يا عفو يا كريم، يا عفو يا كريم، يا عفو يا كريم. بلغنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لك في يوم الجمعة ساعة لا يسألك فيها عبد مؤمن من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطيته. يا رب، نسألك بكرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته. اللهم أعنا على توبة صادقة، توبة لا نعود بعدها إلى الذنوب، تب علينا توبة لا نعصيك بعدها. الذنب الذي بيننا وبينك فاغفره لنا، والذنب الذي بيننا وبين عبادك فأعنا على رد الحقوق إلى أصحابه. يا رب، لا تجعل أذية أحد من العباد على أيدينا. يا رب، لا تجعل إضرار أحد من خلقك على أيدينا. يا رب، أعنا على رد الحقوق إلى أصحابها. لا تجعل لعبد عندنا مظلمة. اللهم إننا نعوذ بك أن تعلق في رقابنا مظالم لعبادك. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته. يا رب، نحن مهمومون، يا رب عبادك مكروبون، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا دافع البلاء. لا نعلم ربا يجليها إلا أنت، لا نعلم ربا يرفع عنا ما نزل بنا إلا أنت، لا نعلم ربا يفرج عنا إلا أنت. يا فارج الهم، يا فارج الهم، كم من أسرة باتت بغير طعام ولا كساء ولا دواء ولا مأوى. يا فارج الهم، كم من شاب عفيف بات جائعا يستحي أن يمد يديه إلا إليك. يا فارج الهم، كم من طفل بات مبعدا عن أبيه وأمه. يا فارج الهم، كم من شاب سجن مظلوما يناديك يا الله. يا فارج الهم، يا فارج الهم، كم من زوجة فقدت زوجها تبكي وتناديك يا الله. يا فارج الهم، كم من أم فقدت ولدها تبكي وتقول يا الله. يا فارج الهم، كم من أب فقد أولاده يناديك يا الله. يا فارج الهم، يا دافع الغم، يا مجيب دعاء المضطرين. نحن مضطرون يا رب، مضطرون إليك يا رب، مضطرون إلى فضلك يا رب، مضطرون إلى معونتك يا رب. نعلم أن الأمر أمرك، وأن البلد بلدك، وأن العباد عبادك، وأن الأرض أرضك. ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما أقواك، سبحانك ما أجلك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج. ننتظر فرجك يا مولانا، ننتظر فرجك يا مولانا، ننتظر فرجك يا مولانا. عجل لنا بالفرج،
واجعله محفوفا بألطافك الخفية، اجعله محفوفا بألطافك، حفنا بألطافك الخفية، نجنا من كل بلاء وبلية. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وسعها على كل متضايق، وفرجها عن كل معسر، واجبر كل كسير، وداوي كل جريح، وارحم كل مصاب، وآوي كل شريد، وارفع مقام كل شهيد. اللهم ارحم شهداءنا وألحقهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأنزل على قلوب آبائهم وأمهاتهم الأمن والإيمان والطمأنينة والراحة والسكينة والإطمئنان. اللهم وعوض أهليهم خيرا، وفرج عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اقض لكل واحد حضر معنا حاجته، وأعطه مسألته، واشرح له صدره، ويسر له أمره، وأصلح له زوجه، واهدي له ولده، ووسع له رزقه، واجعلنا من عبادك الراشدين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أزواجنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على ذرارينا، بسم الله على أصولنا وفروعنا، بسم الله على إخواننا وأخواتنا، بسم الله على من حضر معنا، بسم الله على من غاب عنا من عباد الله الصالحين، بسم الله على من سافر من أهل هذه البلدة، بسم الله على مشايخنا، بسم الله على أراضينا، بسم الله على مساجدنا، بسم الله على بيوتنا، بسم الله على عقولنا، بسم الله على أموالنا وأعراضنا، بسم الله على كل نعمة أنعم الله بها علينا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا تحصنا باسمك الأعظم، واحتمينا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.